السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ معكم محمود من تركيا. النهاردة أنا هتكلم على استكمالا لحلقات الزواج والتزويج والمكاتب المسؤولة عن التزويج والمواقع الرسمية اللي معتمدة أو غير معتمدة، معرفش معتمدة ازاي، بس يعني المواقع اللي هي بتاعة التزويج. باختصار أنا مش عايز الناس تنخدع بالكلام اللي هو صوته عالي، يعني في ناس مواقع مثلا بيعملوا إعلانات جامدة جدا فعلا وبتظهر لك في كل حاجة زي عفريت العلبة، تزويج تزويج ومسلمات ومن روسيا ومن أوكرانيا وزي ما أنت عايز وأقل الأسعار وب 100 دولار وب 200 دولار وحاجات بسيطة كده، أرقام يعني إيه اللي هو هتتجوز خلاص والضمانة، ومدينك إحساس بإن أنت خلاص، يعني ان هم عندهم 1000 بنت مثلا من اجمل ما يكون ومستنين حضرتك بس ايه تيجي تديهم 100 دولار وتروح معاك بيتك خلاص وتعقد عليها وتجوزنا وخلاص. الاعلانات اللي هي الزعقه قوي دي صايصه قوي، يعني الفانتازيا فيها عاليه، الحاجات دي ما تصدقهاش طبعا. انا اقول لكم تعبيري يمكن قوي شويه بس هو يعبر عن الحاله دي، اللي هو ما تاخدش من الحمار الضعيف غير الضرات القوي. على الاقل ما على قد ما بيكون الصوت عالي والاعلانات جاذبه جدا، على قد ما بيكون اجوف وفاضي وضعيف في شغلته. انا مش ضد ان يبقى في مواقع للتزويج او انك تتجوز عن طريق وكاله او سمسار او اي حد، ما يمكن تطلع حاجه كويسه عادي، في ناس اتجوزت عن طريق وكالات وعن طريق مواقع، واي نوت، يعني موجود والجواز حاجه حلوه. ما مش عايز الناس برضو ايه، يعني في ناس بتيجي روسيا بيبقى جاي فيزا الطالب وجاي على الجامعه وبيقول بشكل منفتح، بيقول يا جماعه انا جاي اتجوز، انا جاي بدور على عروس، فتلاقي زمايله ايه ده انت جاي تتجوز، وكأن يعني حاجه وحشه. الجواز ده احسن حاجه واهم من التعليم، اهم من الدراسه اللي انت رايح تدرسها. الجواز حاجه عصمه ونواه لبناء اسره ومجتمع، يعني حاجه جميله جدا ومحبذه ولطيفه وظريفه وخفيفه وكل الناس بتسعى ليها لا اراديا. فما تجيش حد يسخر منك كده، دي حط صباعك في عينه وقول له لا جاي اتجوز، ليك فيه مالكش فيه، انا جاي اتجوز وجاي ادرس وجاي اتجوز، انا جاي اعمل حاجتين، انت جاي تعمل حاجه واحده. جاي تعمل ايه؟ جاي هو اللي قدامك اللي بيقول لك كده، ده لا جاي يدرس ده جاي يهيص. خلاص هيص يا عم بعيد عني وسيبني، انا عارف مصلحتي، انا عارف مثلا انا جاي اشتغل، جاي ادرس وجاي اشتغل وجاي اتجوز، انا جاي اعمل 3 حاجات، انا احسن منك وهحقق ان شاء الله ال3 حاجات. قول له كده، قول له في وشه. نرجع تاني لموضوعنا، الوكالات، في وكالات كتير اللي بقول لك بيبقى صوتهم عالي، دول ارميهم في الزباله ما طنشوا، يعني يقعد يقول لك كلام. طب وانت عايش في مصر؟ طب يعني اديني خلي وصلني بحد، خلي الشركه دي والمكتب ممكن تلاقيه صغير ولا حاجه، قول وصلني بحد في روسيا ولا في اوكرانيا يكلمني احسن عن البلد عن الحياه عن تفاصيل، مش هتجوزني وخلاص اي بطيخه. قول لي النظام ايه مثلا، الناس دي عندكم موجوده معادنهم عندكم في مكتب يعني هناك، ولا الناس دي من بيوتات نظيفه محترمه هنقابلهم مرتين ثلاثه زي الوكالات اللي موجوده في مصر وفي كل الدول العربيه، هنقابل واحده واثنين ونجرب. يعني ما فيش حد يقول لي بثقه كده هنجوزك و100 دولار و200 دولار بارقام غريبه كده. وفي ناس طبعا توصل ل 3 4000 دولار ويقول لك عايز على الورق، ماشي جواز على الورق يعني عشان الاقامه والجنسيه والكلام ده، وفي جواز رسمي ماشي كله ماشي، هو عايز فلوس منك وخلاص، فهي مش فارقه معاه هيديك خدمه عامله ازاي، لان مش هتاخد منه اصلا خدمه. وممكن يجيب لك واحده شمال، واحده بقى لقاها معديه قدام المكتب كده تيجي نجوزك وتاخدي 1000 دولار، تقول له ماشي ولينا 2000 وهناخد منه 3 يبقى احنا 2000 وانت 1000 وخلصت الليله. هو ده اللي في دماغه، مش مهم بقى دي واحده جربوعه بقى فتاه ليل سكاكيه بلطجيه تضربك موس على الصبح بعد الجواز. وانت طبعا مش عايز كده، انت عايز واحده تعرفك ويبقى في لغه تخاطب بينكم. فانا مش ضد موقع الجواز، وانك انت تخش حتى عن طريق الفي كونتاكت ولا الفيسبوك ولا اي حاجه على الانستجرام، حاول وكلم، مش لاقي لي واحده بمايوه وبتاع وتروح تكلمها، دي متكلم معاها متكلم عليها 1000 واحد وهي غالبا عايزه واحد تمشي معاها، مش عايزه واحد. يعني انت مثلا لو كلمتها وردت عليك واحده على الانترنت مثلا في اي موقع سوشيال ميديا وردت عليك وخدت ودت معاك وابتسمت ليك في وشك وبتاع وقالت لك يلا نتكلم فيديو واتكلمت معاها فيديو، بعدها باسبوع هتروح تقول لها مثلا انت عاجباني ولا عايز اتجوزك، هتف في وشك، هتعمل لك بلوك وش، يعني هتقول لها عايز اتجوزك، انا رامي على جواز. حتى لو قلت لها يعني انا لو انت راجل ثري وعندك اموال وقلت لها انا عندي اموال وثري واغرتها فعلا وبتاع، بس جيتها تيجي تقول لها عايز اتجوزك
هتتلوع معاك كده او تعمل لك بلوك. هو نظامهم كده، يقول لك ده بيشتغلني، ده راجل غني وعايز بس يقول لي هتجوزك ومش عارف ايه ويعشمني وياخدني ليلتين ويرميني. ده اللي في دماغهم، هم مش في دماغهم ان الراجل يبقى محترم وثري وعايز جواز، وده صادق وعارفني على الانترنت ما شافنيش ويقول لي عايز اتجوزك. ايه ده؟ وبالنسبه لها ده غريب جدا، يبقى اكيد نصاب واهبل في نظرها كده يعني. فتقول طب احاول بقى ايه اخد منه فلوس، تقول له طب ابعت لي $1000، مش انت غني بقى وبتاع، تستنزفك وبعد كده تعمل لك بلوك. ودي حالات كتيره معروفه، ناس اغنياء ومش اغنياء في مصر اتاخد منهم فلوس من بنات على الانترنت، وقالت له هو بعت لي على باسبوري، وبعت له صوره جواز جوازها الاصلي عادي، وبعد ما بعت لها الفلوس عملت له بلوك. تقول له انا اتجوزت ما تكلمنيش تاني انا اتجوزت. طب يا ستي الفلوس اللي عليكي وبتاع انت اما بعتهم لي كان علشان يعني ده سلف وهردهم لك؟ لا انت بعتهم كده عشان تستمتع وانا متعتك على الفيديو، خلاص اتكلمنا على الفيديو كذا مره وانتهينا. فخلي بالك ليه تضيع وقتك وتشغل قلبك بحد، وهي واحده ممكن تكون محترمه ممكن لا، ممكن هي نص نص مش محترمه يعني، ما فيش حاجه ابسوليوت صفر او 100، ممكن واحده هي في النص كده وشافتك مثلا قاعد بيلعب بيه، رؤيتها كده ان انت بتلعب بيها، لا بتحبني ولا بتنيل ولا هتتجوزني، طب هات فلوس بقى احسن من وشك استفيد منك يعني، ما انا شغله نفسي وبكلمك، طب اديني ده ثمن الكلام ده، مش انت راجل غني ومريش وفضيلي خلاص. وبيبقى في دماغها انك بتعمل كده مع 100 واحده غيرها. فعشان توصل ان انتوا تبقوا صادقين او هي مصدقاك وانت مصدقها لازم تتقابلوا، دي حته مهمه جدا، لازم تتقابلوا مره واثنين وثلاثه، تشوف اهلها وتشوف ظروفها وهي تبقى عارفه اهلك وعارفه عندك كم اخ وكم اخت يعني، تبقى لو واحده لقيتها مش عايزه تعرف حاجه عن اهلك ولا عيلتك ولا شغلانتك، دي واحده مش انت مش هاممها مش في دماغها اصلا، لكن لو واحده عايزه تعرف معلومات عن عيلتك واهلك وتعليمك، دي واحده بتفكر على زوج، يبقى دي صادقه دي تصدقها. طبعا ناهيك عن ان في نصابات يعني، واحده برضو بتقول لك الكلام ده وبتسالك على تفاصيل حياتك عشان تنصب عليك مش عشان تتجوزك، بس بقول لك اللي يعني اللي بتبقى عايزه فعلا جواز او مرتبطه بالشخص بدات تحبك بجد، بس طبعا ما تقولهاش بحبك بعد اسبوعين من المعرفه، لازم بقول لك تشوفها مرتين وثلاثه وبعد كده تقول لها بحبك وتبتدي تخشوا في زيارات عائليه وجواز وكلام من ده. فبقول لك اللي بتبقى فعلا ناويه ان بدات تقتنع بيك هتسالك على اسئله شخصيه وتعليمك وعشت فين وانت صغير وتقول لك ده انا كمان وانا صغيره كان كذا وليا اخ بس مثلا مات في الحرب، قصص كده يعني بتدخلك في حياتها وبتدخل في حياتك، دي العلاقه الصادقه. لكن واحد مستعجل ضيع سنين من عمره بيدور على العروسه مثلا في مصر وما لقاش، وجي فجاه يعني جات له واحده على الانترنت وقالت له انا بحبك، هيترمي مره واحده او هو هيقول لها بحبك من اول يوم. فطبعا من اول يوم ولا يعني العلاقه السريعه دي مش متينه ومش حقيقيه وبتموت بسرعه، فالعلاقه اللي هي بتستمر طويله هي دي اللي تعتمد عليها على الجواز اللي هي تؤدي الى الزواج. المواقع بكرر تاني انا مش ضدها لكن فيها نصب كتير، ممكن افرد لكم برامج بتتكلم عن الموضوع ده من تلفزيوناتهم هم، من التلفزيونات في روسيا وفي اوكرانيا، ممكن افرد لكم برضو ايه اجيب لكم حلقات من برامج موجوده عندهم بتتكلم على ما بعد الزواج من عرب ومشاكل الاولاد والحاجات دي، وان ازاي واحده كانت راميه على الراجل ان هي ان هو غني ومريش وما طلعش غني ومريش، زي ما يعني مثلا كانت فاكره ان هو مليونير وطلع عنده 600 الف بس، او مثلا مع مليونير بس ما بيديهاش مش بيغرقها بقى ذهب وحاجات من دي. فلو اساس الزواج كده يبقى بلاش منه يعني. ناهيك عن ان معظمنا احنا معظم الشباب اللي زيي وزي غيري من الناس المشاهدين ما هماش اغنياء، ممكن من الطبقه المتوسطه ممكن اقل ممكن من الغلابه، كلنا من الغلابه، فما احناش هنرمي تحت رجليها الذهب يعني. ويمكن ده ميزه، يمكن ده احسن ان انت ما تكونش غني او مش مريش قوي، لان فعلا الحب الحقيقي اللي الناس بتلاقيه وفي معارف ليا ناس حتى مقربين وناس غير مقربين في روسيا واوكرانيا متجوزين تقريبا ببلاش، وهي عارفه ان هو على قد حاله وشغال شغلانه بسيطه، منهم ناس بتعمل فلوجز وحالته صعبه شويه ماسكه وكده بس مراته واقفه جنبه، ست محترمه جدا ب100 راجل، شارياه مش باصه لفلوسه واملاكه، ممكن عنده املاك بس هو قرر ان هو يروح مثلا اوكرانيا ولا روسيا ويبدا من الصفر كاني موظف كاني مواطن اوكراني او مواطن روسي او بيلاروسي ببدا من الصفر،
موظف، هشتغل في مطعم، هشتغل في معلف، هشتغل في مخزن، هعمل كل حاجة، هشيل على كتافي حاجات، هشتغل في المينا شيال. في ناس بتعمل وظائف في مصر عندنا تعتبر مهينة، لكن هو بالنسبة له بيعرق، يعني بيكسب من عرق جبينه، بيبني نفسه، مراته واقفة جنبه، كسب زيجة محترمة مع ان واحدة محترمة ممكن في مصر لو قعد يتجوز 10 ما يلاقيش واحدة زيها. مش بقول المصريات مثلا وحشين او العرب وحشين، لا، يعني بقول اللي هو المثال ان هو كسب واحدة ممكن في اوكرانيا مش موجودين كتير، في بيلاروسيا مش موجودين كتير، في روسيا مش موجودين كتير. روسيا تعتبر 22 23 بلد في بعض، ثقافات كتيرة، انت ممكن ما تقدرش تعمم على اي جنسية معينة مين الاحسن، لكن انت الطيبون للطيبات ممكن انت ظروفك مش كويسة وفلوسك قليلة تلاقي واحدة تقدرك. لذلك دايما بقول للناس لازم اللي انت هتتجوزها تبقى عارفاك كويس، تبقى حبيتك بعد ما عرفت انت ايه وشخصيتك ايه. في بنات مثلا تحب العصبي او اللي هو الحمائي او اللي هو غيور، في بنات العكس خالص. فسماتك الشخصية عجبتها على شكلك ده وحبيتك على شكلك ده، دي الخيار السوبر بالنسبة لك. يعني أنا عايز أقول لكم مثلا في اختيار الزوجات، عند مثل عند العرب زمان يقول لك إيه، مش عارف مثل، وفي ناس يقولوا ده حديث أو حديث ضعيف، يقول لك لا ينكحن منكم الشداقة أو الحداقة أو البراقة ولا الحنانة أو الأنانة أو المنانة. 6 حاجات أقولها لكم تاني، هي صعبة لغويا شوية على بعض الناس ممكن فهمها يبقى صعب، لكن أقولها تاني. لا ينكحن منكم الشداقة أو الحداقة أو البراقة ولا الحنانة أو الأنانة أو المنانة. أنا هفسرهم واحدة واحدة في فيديو بعد كده إن شاء الله عشان الناس تفهم، بس اللي فهم اللي أنا بقول عليه ده فعلا من الحاجات الأساسية اللي لازم تتواجد أو لا تتواجد، المفروض لا تتواجد في زوجة المستقبل أو شريكة حياتك. بكرر تاني، المكاتب لازم تتأكد ان يكون عندهم مكتب هناك يكلمك لايف او سكايب او اي حاجة، تتواصل مع حد على الواتساب يكون موجود في روسيا في اوكرانيا يقولك القصة، يكون عندهم قناة على اليوتيوب تتفرج تشوف الحالات اللي زوجوها بيجوزوا ازاي، لان مفيش حاجة مضمونة، مفيش حاجة مضمنين ان هيجوزوك، لا، ده انت لازم تقعد مع واحدة واثنين وثلاثة، ودي وكل واحدة تقعد معاها 3 4 مرات، وكله بفلوس. مفيش مشكلة لو انت عايز السكة دي، لحد ما تلاقي واحدة شكلك هنمشي مع بعض، شكلنا دماغنا مكيفة على بعض، ساعتها ممكن جواز يمشي وكده. في موضوع كنت عايز اتكلم فيه في اخر الفيديو ده، ليه خاص برضو بالزواج، لان اعلانات وصلت، لان اعلان احد الجامعات في داغستان، لا سوري، في الشيشان، في جروزني، جامعة جروزني اسمها تشي بي ال اي او شيل بي حاجة زي كده. الجامعة دي عامله اعلان ترويجي بالروسي وبالانجليزي، ما اعرفش عملوا منه نسخه عربي ولا لا، هو 3 4 دقايق حاجه كده، وجايبين فيه بقى يعني طول الفيديو انت عمال تشوف بس بنات، بنات محجبات لابسين اشاربات، سواء اشاربات صغيره او طويله او حجاب كامل، في كل اركان الجامعه مصورينهم، وكان الجامعه ما فيهاش غير بنات بس. مع العلم يعني الجامعه هناك حوالي 65% منها رجاله اولاد، يعني البنات اقليه. طبعا ده تجارة رخيصة، بيتاجروا بقى بالبنات بتوعهم علشان العرب يتأثروا. جايبين بقى رئيس الجمهورية بتاعة تشيشان بيسلم على ناس لابسة لبس خليجي، عشان معظم الناس اللي بتدرس في الجامعة دي بيجوا من الخليج، فهم متارجتين الخليج علشان معاهم فلوس وكده. ترويج، طبعا الفيلم الترويجي ده بيوريك الجامعة قد ايه نظيفة، هي طبعا مش نظيفة قوي زي ما هم بيورونا، والجامعة رخيصة، تعتبر السنة التحضيرية فيها بألف دولار ولا حاجة زي كده. كل دي اشتغالة طبعا، اقدر اقول لكم انا متأكد من اللي انا بقوله. هتروح هناك لو هتحاول تكلم بنت هتروح مصوتة تقول لك يا اصلان يا رسلان، دي اسماء طبعا عندهم، هيجي طبعا الاسم ده بوبيلر عندهم، فهي هتقول اصلان بس هتلاقي فيه 10 ولاد ردوا وجم، ايه في ايه، تقول لهم الراجل الافريقي ولا الاسيوي ده ولا الزنجي ده بيعاكسني، هو الولد ممكن مش قصده حاجة، مجرد بس زميلة عادية بيكلمها كده، راحت عاملة له فضيحة. عرب كتير بيتضربوا هناك بشكل اسبوعي بشكل يومي، ناس كتير تلاقيه جاي مورم كده وبتاع، بيتضرب من الشباب اللي هناك. الشباب هناك عاملين زي الشماحطجيه، مش كلهم طبعا بس جزء كبير منهم شماحطجيه كده، زي اللي موجودين في المدارس اللي عندنا في مصر، في
المدارس بقى اللي هي ايه، الحكوميه العسكريه اللي هي الثانوي اللي هي فيها عيال من العزب وبيلبسوا بقى لبس معين كده يعني بلطجيه يعني. فهو شباب كتير بالشكل ده هناك موجودين في الجامعه، عندهم حمائيين قوي، ازاي ده يكلم بنت من بلدنا ولا ازاي، هو فكره ايه وبتاع، نضربه بيستهيفوه يعني. لذلك في اعرف مصريين واردنيين وفلسطينيين عاملين عزوة، عاملين جروبات عشان ما حدش يهوب لهم، لان لو هماش جروب خمسة ستة مع بعض هيتكاتروا عليهم يعني. حتى في حركة مشهورة هناك بتتعمل للأسف، لما بيعلموا على واحد من الشباب العرب في وسط جروب او حاجة وعايزين يضربوه مش عارفين، بيعملوا حاجة تكسره او تعملوا مشكلة كبيرة، اللي هي ايه، بيستفردوا بيه في يوم وهو مروح بالليل او رايح الصبح او في اي وقت الدنيا مظلمه او مغيمه وماشي لوحده، بيخشوا عليه طبعا يضربوه ضرب خفيف حاجه بسيطه كده في بطنه بتاعه، وياخدوا الباسبور، يقطعوا الصفحه اللي فيها الفيزا ويدوا له الباسبور. طبعا بيعملوا فيها ان هم بيسرقوه يعني، ناس كانوا بيأجروا ناس او عيال من اصحابهم، مش شمحطجيه ولا الشبيحه بتوعهم، بياخدوا منه فلوس وبتاع وباسبور، ويروح قاطعين صفحه هو ما بياخدش باله، ويروح رامين له الباسبور، هو يقول الحمد لله سابوا لي الباسبور، مش مهم الفلوس، مش مهم الكارنيه الجامعه، طلعه تاني. طبعا يفاجئ لما قاطعين له صفحه الفيزا، عشان يطلع فيزا تاني ده مشكله كبيره. احيانا بيقولوا له اطلع بره البلد واعمل فيزا طالب من جديد وادخل، قصه قطعت صفحه من الباسبور ده قصه، ده انت محتاج تطلع باسبور جديد. فبيكسرك، بيعمل لك مشكله، بيعطلك. دي حركه اتحصلت اكتر من مره في الشيشان تحديدا، شباب بيتكاتروا على حد وبيخشوا يضربوه ياخدوا فلوس وياخدوا الصفحه اللي فيها الفيزا ما اعرفش، ممكن بيستخدموا طبعا الفيزا دي مثلا بيزوروا زيها او حاجه، بس هو بيسبب لك انت مشكله، بيكسرك جوه البلد، لازم تمشي فورا لان فيزتك اتقطعت من الباسبور وباسبورك مقطوع، لازم تروح مصر بقى، هتسافر ازاي، لازم وثيقه عشان تروح، قصه انت اتبهدلت، وثيقتك دي اصبحت فاسده، ممكن لما تيجي تخرج من المطار من موسكو يقول لك الصفحه دي مقطوعه، انت قطعت ايه يعني. مش عايز يعني انهي الحلقة بحاجة وحشة او خبر اخبار سيئة او احداث وحشة، ننهيها بحاجة ظريفة. ان شاء الله هتتجوزوا لو انتوا ناويين فعلا ان هي صادقة. البلد لازالت روسيا تحديدا يعني نسبة النساء اكتر من الرجالة، نسبة المحترمين كتير مش قليلين زي ما انتوا فاكرين. البنات هقول لكم خبر كويس برضو، او يعني معلومه، البنات المسيحيات اللي عندهم استعداد يدخلوا الاسلام او تبقى على ديانتك اسهل كتير من دول اوروبيه. هقول لك معلومه كمان، في مسلمات ما بتبقاش عايزه تمشي على الاسلام، وفي مسيحيات عندها استعداد تبقى مسلمه اكتر بكتير من مسلمات بشوفهم الناس مثلا مصريين بيتجوزوهم بيوثقوا جوازهم في القنصليه، بلاقي ان هو بيقول لي انا بعاني اكتر من حد يقول لي انا بعاني فعلا، هي مسلمه بس مش مسلمه، مش عايزه التراديشنز بتاعتنا خالص. ودي برضو برجعكم لل 12 نصيحه اللي قلتها لكم قبل كده. بينما الاقي ناس متجوزين واحده مسيحيه بس لابسه بقى حجاب ومظبطه نفسها وبتاع ومسميه اولادها، مش ضد ان اولادها يبقوا اسمهم محمد وحسين واحمد وفاطمه وعائشه يعني، ما فيش مشكله، الديانه مش حاجز بالنسبه لروسيا واوكرانيا صدقني. ده علشان تتفائلوا، الناس دي ما بتحب بجد، اما بيقدروا بجد، مهما كانت فقيرة بتديك قلبها وكل ما عندها، معطاءة جدا الفتاة السلافية او الروسية عموما او الاوكرانية او البيلاروسية طبعا. بس تنقي صح وتاخد وقتك وما تتسرعش، وتشوف اكتر من حد لحد ما توصل للحاجة الصح اللي انت عايزها، اللي فعلا تقدرك وشايفاك انت مش شايفه حد تاني فيك، دي مهمه جدا، شايفاك انت مش حد تاني فيك، مش شبه حد، مش عشان بتحب مصر وجو مصر والغردقه وشرم الشيخ تقوم هي تتجوزك، اوعى تاخد واحده بالمنظر ده، لازم تبقى شايفاك انت مش شايفه شرم الشيخ فيك. تفائلوا ان شاء الله، نيتك القويه في الموضوع ده والصادقه في الجواز، الجوازه مكار دي حاجه حلوه جدا وحاجه مميزه جدا وحاجه فارقه في حياتك ولازم تسعى عليها، مش حاجة وحشة، ومحدش يقولك انت جاي تتجوز وتتأثر، ما تتأثرش، ده هو اللي يتأثر، هو اللي لازم يعني يكسف على دمه اللي بيقولك كده. ربنا يكرمكم، وان شاء الله كل واحد فيكم يبقى عنده بيزنس كويس جدا،
ويبقى عنده ذرية صالحة وعنده أولاد كويسين أمامير جمال يوريهم لنا كده على الفيديو. هجيبهم على الفيديو إن شاء الله قريب، ناس ولاد أصحابي وناس نماذج ناجحة إن شاء الله، لو يوافقوا أجيبهم لكم هنا ويقولوا قصتهم وتشوفوا أولادهم وتجاربهم إزاي جميلة، وإزاي إن أنتوا هتبقوا زيهم إن شاء الله. في حفظ الله، نشوفكم على خير، يلا في حفظ الله، مع السلامة.